السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة نفيد ونستفيد. اليوم سوف يكون موضوعنا مختلف نوعا ما، بحيث أننا سوف نقوم بإبداء ملاحظات حول حياة فرخ الحصون منذ الفقس إلى غاية الفطام. بداية، عند خروج فرخ الحصون من البيضة يجب تقديم خلطة طعام خاصة. بالنسبة للخلطة سوف يتحدث عنها الأستاذ محمود لاحقا. بالنسبة لبعض الملاحظات في اليوم الأول، بالنسبة لشكل ولون جسم فرخ الحصون يكون في اليوم الأول داكن نوعا ما. هنا يجب أن نعلم أن الطائر بصحة جيدة. غير ذلك، إذا كان لون جسم الحصون باهت نوعا ما، هذا يكون ناتج عن فقر الدم، وهذا سببه عدم العناية الجيدة بالأنثى في وقت التزاوج. أمر آخر نريد أن نوضحه هو أن بعض المربين يشتكون في عدم إطعام الإناث لفراخها في اليوم الأول. هنا يجب أن ننبه أن هذا الأمر طبيعي، وهذا لأن الأنثى يكون لديها في حويصلتها شيء يسمى بلبن العصفور أو اللبا، وهو عبارة عن فتات صغيرة لونها أبيض تشبه الجبن، تقوم الأنثى بإطعامه للفراخ، وهو مفيد جدا وغني بالبروتينات والإنزيمات، بالإضافة أنه يعطي الطائر قوة والمناعة اللازمة لتجنب الأمراض. هذا بالنسبة لليوم الأول من حياة فرخ الحصون. أما بالنسبة لليوم الخامس من عمر فرخ الحصون، بداية سوف نلاحظ تغير شكل الطائر، حيث أن جسم الطائر يكبر نوعا ما، ولون الجلد يميل إلى اللون الداكن أكثر. بالنسبة لبعض الملاحظات المهمة، يجب أن نلاحظ أن حويصلة الطائر، بحيث أن الطائر المريض لا يطلب الطعام كثيرا، عكس الطائر الذي يكون بصحة جيدة فحويصلته تكون دائما ممتلئة بالطعام. وشيء آخر نريد أن ننبه إليه هو تهجين الفرخ بهذا العمر، أي عمر من 4 إلى 5 إلى 6 أيام كحد أقصى، بحيث أن الخاتم الخاص بطائر الحصون أصغر نوعا ما من الخاتم الخاص من الطائر الكناري، وذلك يجب تهجين الطائر بهذا العمر. أما بالنسبة لطريقة التهجين سوف نتحدث عنها لاحقا. هذا بالنسبة لليوم الخامس من عمر فرخ الحصون. أما اليوم التاسع بهذا العمر، يبدو على الطائر تغير واضح تماما، بحيث أن حجم الطائر يبدو أكبر نوعا ما، بالإضافة إلى نمو بعض الريش بهذا العمر. بهذا العمر يمكننا القول أن فرخ الحصون في هذا العمر قد يتجاوز مرحلة الخطر، بحيث أن أغلب طيور الحصون تموت بعمر اليوم الأول إلى 5 أيام. هذا بالنسبة لليوم الخامس، اليوم التاسع من حياة فرخ الحصون. بالنسبة لليوم الرابع عشر من عمر فرخ الحصون، بهذا العمر نلاحظ أن الريش قد كسى معظم جلد فرخ الحصون، بالإضافة إلى ذلك معظم فراخ الحصون في هذا العمر خاصة الذكور منها تقفز من العش ولا تعود إليه مرة أخرى، حيث أن بعض المربين يقلقون من ذلك ويقومون بإعادة فرخ الحصون إلى العش، وسرعان ما يقفز المرة أخرى خارج العش، ولا داعي للخوف لأن أمه ستتكفل بإطعامه. وهنا يجب أن ننبه مربين أن يجب مراقبة الطائر من حين لآخر، وذلك بسبب صغر حجم رأس فرخ الحصون، أو قد يعلق ما بين الأسلاك الأرضية أسفل القفص.
ولا تنسوا في بهذا العمر تشغيل شريط التغريد الذي نريد تسميعه للفرخ منذ اليوم الرابع عشر أو الأيام الأولى إذا قمنا بتسميعه يكون أفضل. هذا بالنسبة ليوم الرابع عشر من عمر فرخ الحسون. بالنسبة ليوم الثامن عشر إلى غاية الثانية وعشرون تقوم الأنثى في هذا العمر بالتجهيز للبطن أو العش الثاني. بهذه المرحلة بعد القليل جدا من الذكور تبدي سلوك عدواني اتجاه الفراخ وتقوم بضربها. بهذه الحالة أعزائي نقوم بوضع عازل ما بين الذكر والأنثى ونبقى الفراخ مع الأنثى لتكفل بإطعامها. العازل يجب أن يمكن الأنثى والذكر من رؤية بعضهم، وكما قلنا نترك الفراخ مع الأنثى حتى نرى أن الفراخ عندما تبدأ بأكل الطعام الطري مثل البيض نقوم بعز الفراخ في قفص آخر وننزع بعد ذلك العازل حتى يتم التزاوج بين الذكر والأنثى. وملاحظة أخرى أيضا، إن كان الذكر لا يبدي أي سلوك عدواني اتجاه الفراخ وقامت الأنثى بوضع البيض وكانت الفراخ أيضا ما زالت موجودة مع الذكر والأنثى، هنا فراخ الحسون نظرا لأنها فضولية كثيرا تقوم بالتطفل على العش وعادة ما تقوم بنقر البيض وكسره. ولتجنب هذه المشكلة ننتظر حتى تضع الأنثى جميع البيض وتنتهي من ذلك ونقوم بوضع عازل حديدي ونترك الفراخ مع الذكر لأنه سوف يتكفل بإطعامها. هذا بالنسبة لليوم الثامن عشر إلى غاية الثانية والعشرون. أما بالنسبة لليوم الرابع والعشرون من عمر فراخ الحسون نلاحظ ربما تبدأ باعتماد على نفسها في شرب الماء، ونلاحظ أنها تحاول النقر على البيض المسلوق لكنها لم تأكل منه بعد لأنها لا تستطيع الأكل بمفردها. في هذا العمر فراخ الحسون قد تنام من وقت لآخر وهذا لأنها تتعب، بالإضافة إلى ذلك فهي تحتاج إلى النوم من أجل النمو. فإذا رأيت الفراخ في هذا العمر تنام من وقت لآخر لا داعي للقلق عزيزي المربي في أنها سوف تكون مريضة، بالإضافة إلى ذلك ربما تفتح فمها من وقت لآخر من أجل التنفس، فهذا أمر طبيعي في أنها مريضة بحيث أنها صغيرة الحجم وهي تتعب حتى ولم تبذل جهدا. أما بالنسبة لليوم الثامن والعشرون من عمر فرخ الحسون نرى أن الفراخ بدأت تأكل البيض المسلوق بمفردها، بحيث يمكننا أيضا فطم الفراخ في هذا العمر لكن مع ضرورة تقديم البيض المسلوق يوميا حتى بلوغ 35 يوما. في عمر 35 يوما تستطيع عزيزي المربي فطم فراخ الحسون، بحيث أننا نلاحظ أن الفراخ تعتمد على نفسها وبدأت تأكل البذور، ويستحسن إطلاق فراخ الحسون في هذا العمر بقفص واسع لأن الحركة الدائمة داخل القفص تعطي الطيور عظام قوية وريش جميل. كما نداوم أيضا على وضع البيض المسلوق مرتين في الأسبوع حتى بلوغ الفراخ عمر الشهرين. هذا بالنسبة لحياة فرخ الحسون. وفي الختام نسأل الله الفائدة للجميع، وأي استفسار أعزائي المشاهدين يرجى كتابته في تعليقات أسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.